السؤال الحقيقي هو هل الاهلي مرشح للفوز باللقب للمره الثالثه، ولا صن داونز قدم نفسه النهارده على انه مرشح اكتر من الاهلي؟ اعتقد ان جمهور الاهلي دايما عنده كان الانطباع انه عنده قدره سهله على الفوز باللقب للمره الثالثه على التوالي، قياسا بمتابعه كل المنافسين المجموعين الموجودين في البطوله. لكن الحقيقه ان الظروف هي اللي بتلعب دور مهم جدا دايما في قياس القوه، بمعنى انك لو انت بصيت للاهلي بشكل عام كقائمه، لا الاهلي اقوى من اي فريق اخر في افريقيا. لو بصيت على التراكم بتاع خبرات الفوز بالالقاب في الفترات الماضيه، فبكل تاكيد الاهلي هو الاكثر قدره على التتويج بدوري ابطال افريقيا. لكن لما تقول لي ان الباك اليمين الاساسي بتاع كريم فؤاد، الباك اليمين اكرم توفيق كان، وبعد كده محمد هاني، وبعدين كريم فؤاد بتاعهم الثلاثه يتصابوا، هنا الكلام ممكن يتغير. لو بتقول لي ان مباريات الاهلي المقبله لما يوصل الدور التالي هيكون قبلها مثلا مواجهه قويه جدا في الدوري هتستنزف جزءا من طاقه اللاعبين، فهي بكل تاكيد هي الظروف هي اللي هتحدد الموضوع ده. ليه بقى الظروف هي اللي بتحدد ده مش بيتسو موسيماني اللي بيتحكم في ده؟ لان هو ده السبب الاساسي زي كنا اتكلمنا فيه امبارح قبل المباراه، ان المشكله الرئيسيه لسه عند اهلي بيتسو موسيماني اللي هي الوان سايد جيم. فكره ان الجمهور دايما هو توقعاته ان الاهلي يلعب مباريات وان سايد جيم، ما يخسرش، ما يحسش انه اقل من منافسه في اي دقيقه من دقائق المباراه. ودي نقطه ليها كذا دي المشكله العريضه. هي بقى تقدر تقسمها لكذا نقطه رئيسيه. النقطه الاولى احنا اتكلمنا عنها اللي هي ظروف، فظروف ان ماتش بيراميدز، السفر، المشاكل على دخول الاستاد، الاصابات لثلاث لعيبه بيلعبوا في مركز الظهير الايمن، التاثر في خط الظهر بغياب واحد من اللاعبين زي بدر بنون ولاحقه بعد كده غياب طويل لايمن اشرف، دخول محمد عبد المنعم المنظومه واحد من مكاسب النادي بس هو دخل في توقيتات صعبه جدا، فبالتالي الكيرف بتاع التعلم مش مفيش وقت ليه. الفكره بتاعه الظروف دي كانت النقطه الاولى. النقطه الثانيه اتكلمنا عنها ان بيتسو موسيماني لا زال او هو بيطالب بالوقت. ليه بيطالب بالوقت برغم ان هو توج مع الاهلي اوريدي باتنين دوري ابطال افريقيا؟ لان عنده شعور بانه لسه لم يصل لتطلعات الجمهور. تطلعات الجمهور ايه؟ هو اهلي مانويل جوزيه، هو ده الماكسيم في رؤيه اي مشجع للاهلي، زي مثلا بيب جوارديولا برشلونه، ده بالنسبه له ده النموذج الاعظم للنجاح. والنموذج بتاع مانويل جوزيه كان بيقدم مباريات وان سايد جيم ومباريات من طرف واحد، وبالتالي دي النقطه الثانيه اللي لسه موسيماني عايز شويه وقت عشان يوصل لها. لما تتفرج على سان داونز، هو سان داونز صحيح من الفرق اللي بتصنف عندها رغبة دائما في لعب كرة معينة حتى لو على حساب النتائج، وبالتالي هي تقدم دائما عروضا ممتازة لكن ما بتكسبش دايما ألقاب كتير في أفريقيا، لكن ده لا ينفي ان الجزء ده هو اللي ناقص المكنة بتاعت الأهلي. الأهلي عنده قدرة على الفوز بالألقاب، عنده اللعيبة اللي عندها الخبرات، عنده كم مواهب عظيم في القائمة، عنده مدير فني ذكي وبيعرف يقرأ المباريات، اللي ناقص اللعب من غير ما ابقى شايف زميلي اللي هو خلاص بقى سيستم لعب، خلاص موسيماني يحطه يحفظه اللعيبه بينزلوا يطبقوه خلاص وما فيش حد ايا كانت العناصر بالظبط كده.